كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير ناس اليوتيوب، اهلا وسهلا بكم. اليوم معايا في واحد الفيديو فريد من نوعه، غريبه من نوعا ما، ماشي غريب وانما الحداقه وتبارك الله علينا. اذا اليوم غادي نشارككم واحد الفيديو ديال ترقات الزيتون الاسود بالبيض. عندي هنايا البنات 6 كيلو نتاع الزيتون الاسود اللي طايب مزيان، انا ما عزلتش فيه المهري ودا، خليته هكذاك. يعني راه ما كاينين الناس كتقول لك بالنسبه اللي كتكون الحبه المضروبه ولا المهريه خصك تحيديها ديرها بوحدها، ولكن تقريبا كله كيف كيف، يعني ما كاينش الفرق بزاف. دونك قلت انا غادي نشركو ونديرو. وعندي هنايا 6 كيلو ديال الزيتون الاسود، بركه عليا، هذا الشيء بالنسبه لي راه بزاف، نذوق منه الاصدقاء ديالي والحباب ديالي واللي شط راه في الدار. الانسان كياكل حاجه عارفش المصدر ديالها، كتكون صحيه، خاصه انا كنتناولو في الصباح دائما، عندي ضروري في الوجبات الصباحيه ديالي ضروري خصني الفطور يكون عندي 3 ولا 4 ديال الحبات ديال الزيتون الاسود خصني ناكلهم. اون بلوس الفوائد ديالو راكو عارفين، الزيتون الاملح تبارك الله والكالسيوم راه غني، وخاصه ان ما فيهش مواد حافظه، ما فيهش بزاف المسائل المواد اللي هي غريبه ما كنعرفوش المصدر ديالها. كتكوني درتي على يديك في الدار، مغسول نقي معدل في الدار ديالك، في ظروف صحيه، النظافه، بزاف د الحوايج. اذا شنو كنحتاج في هذا الترقاد هذا؟ بالنسبه عندي 6 كيلو ديال الزيتون الاسود، غادي نحتاج 12 معلقه ديال الملحه الحيه. الملحه الحيه كتكون على هذا الشكل، حجره كندقها، دقيتها في المهراز، ما طحنتهاش يعني في الماكينه، غير دقيتها في المهراز وصافي. اصلا هي غادي تذوب ولات على هذا الشكل. اذا هذه هي اللي غادي ندير دابا، كل كيلو جوج معالق، كل كيلو جوج معالق، يعني حسب 6 كيلو غادي يكون عندي 12 معلقه ديال الملحه الحيه. كديريه في واحد الخنشه اللي كتكون اما دالخيش اولا هكا، كتكون هكا مزيانه، كتكون هكا يعني باش كتابسوربي الماء وكتخرج الماء، كتخرج الماء ديالو، داك الماء ديالو غادي يخرج يخطر، وتحطيه فشي شبيكه اولا تقلبي هكا. انا عندي هاد الشبيكه ما غاديش يعني اوليو باش نرميها، غادي نستعملها دابا ونحط عليها الزيتون ديالي باش يبدا يقطر من الماء، وغادي نتقلو بقرعه د الماء عامره. قرعه كتخوانا د الماء اللي كنشربوه ما معدني ولا كنعمروه بالماء ولا شي حجره ولا نتوما وشنو عندكم. اللي ما عندوش ماء انا نديرو في البالكون، اللي ما عندوش ولكن ما يكونش كيشوف الشمس بزاف، هذا هو الاساس، اما الريح ماشي مشكل. ودابا خاصه دابا في الشتاء ما كاينش الشمس بزاف وما طحش عليه الشتاء طبيعه الحال. وبالنسبه اللي ما عندوش فين غيديرو، غديري بانيو وديري فيه شبكه ولا شي حاجه اللي غادي تخليه يعلى على البانيو باش يقدر يخرج الماء ديالو، ما خصوش يبقى فداك الماء ديالو باش ما يرشاش. دونك هذا هي الطريقه الصحيحه ديال الترقاد ديال الزيتون. اذا غادي نبدا على بركه الله، غادي نبدا دابا. انا عندي غير هادو اللي كنتقضاو فيهم ديال الثوب، راهم كينفعوا، مصبنين نقيين طبيعه الحال، وغادي نديرهم. اذا غادي نبدا بسم الله على بركه الله. هذا راه بيت يومين هو كيقطر البنات، غسلته وخليته يقطر يقطر مزيان. فوق ما ندير شي حاجه شي شويه ديال هذا، غادي ندردر عليه الملحه الحيه. من بعد راه كتخلطيه، فهمتوا كيتخلط. شتو البنات كي كندير له باش تشوفوه مزيان، نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. الا لقيتو مثلا باقي فيه الماء، جيب كاغيط ونشف. هذا
لا مازال واخا هكداك مازال بغينا غنشفو هكا بالكاغيط صافي وغادي واخا راه الماء ديالو في الحقيقه بحال الزيت كتاكلوا البنات الزيتون صحي طبيعي داير على اليد يعني عارف المصدر ديالو نقي داير في ظروف صحيه مزيانه هذاك هو الاساس اذا غادي نبقى هكا البنات حتى نسالي كاع الفيديو ديالي الزيتون ديالي بليطو اذا دابا البنات درتو كامل غادي نزيد له شويه ديال الملح من الفوق وغادي نحركو بالحال حيه مزيانه البنات هي اكثر صحيه دابا غادي نحاول ندير له هكا بحال اللي كنحركو كنقلبو باش ديك الملحه كامله تلبس به كلكم ديروه في شي بانيو ولا شي حاجه فهمتوا صافي اذا ها هو تلبس كاع ديك الملحه الحيه اذا غادي نشدو غير هكا وغادي نمشي نتقلو نحطو في البالكون ندير عليه قرعه الماء غادي نخليه واحد 15 اليوم البنات ونفتح عليه فهمتوا 15 اليوم ونفتح عليه هذا غادي يكون طاب انا ما كيعجبنيش نخليه حتى كي يملح بزاف وصافي هكا غادي نحط عليه غادي نحطو على هادي كومسا وغادي نحط عليه القرعه صافي وغادي يبقى هكا في البالكون حتى يوجد ان شاء الله نوريه لكم حيت كيوجد ديك الساعه كندير شويه بالثومه وشويه بالزيت البلديه وشويه كندير له ورق البسباس وشويه كندير له شويه ديال المزيودات حارين يعني كتاكليه بجميع التتبيله اللي بغيتيها شويه بالزعتر يعني كتنكهي الطويصات ديالك وكتخبعيهم في ثلاجتك فوق ما ترشق لك تاخدي شي نوع من الزيتون كتاخدي تاكليه والان حبيبات ديالي من بعد ما وجدنا طابنا الزيتون ديك الترقيده اللي درتو اللي وريتو لكم الان جا الوقت باش ندير شويه ديال الشرميلات ونوريكم شنو غندير بهذا اللي عندي بزاف دونك هنايا غادي ندير جوج ديال الطريقه ديال الشرميله اللي غادي نبدا بهم الماكله بعد ما كنعزلو كنحيد دوك اللي طايبين مهريين كنحيدهم بوحديتهم ما نخليهمش مع الاخرين وكنعزلهم اللي فيهم ديك الخضيره مثلا عند الرويات وداكشي كنحيدهم هما الاولين يتسهلكو وهذا كنديرو في لي زيبلوك البنات وكنديرو في الكونجيلاتور فوق ما تيتقضى لي هذا اللي بالشرموله وديك الساعه كنجبد لي زيبلوك ديالي اللي معمره القياس ديالي وكندير بيه الشرميله ديالي هذا ما كان اذا الطريقه اللي درت له باش من بعد ما طاب من الملحه غسلته في الماء مزيان حتى ولا الماء ديالو صافي درته في الشباكي بات كيقطر من بعد درت له البابي الابسوربون اللي كيابسوربي الماء وفرشته له في السينيات ودرته تنشف دو جوغ سي لو 3 جيام جوغ دابا غادي هذا غنحتفظ فيه في الكونجيلاتور وهادو غادي نشرب لهم نديرهم في القراعي معقمين طيبت طيبت الماء درت فيه شويه ديال الخل وكبيت فيه وحشيت فيه هاد القراعي باش ولاو معقمين اذا فيهم غادي نديرهم في الثلاجه شنو عندي في المحتويات اللي كنحتاج في الترقيده ديالي اولا التشرميله ديالي هنا غادي ندير جوج ديال التشرميلات البنات التشرميله الاولى غادي نعتمد فيها على الزعتر وشويه ديال الابزار حبوب والسودانيه وشويه ديال القزبور يابس والزيت البلديه اذا هنايا عندي شويه ديال الابزار حبوب كندير شويه هكا غير حبيبات هكا باش يطلق الحروره ديالو صافي وميم طون كيحافظ البنات على الزيتون وغادي ندير مزيودات يابسين ما نديرش خضر حيت هذا غنخليه يطول شويه في سميتو وهذا شويه ديال القزبور يابس غير شويه لان ما كيعجبنيش يبقى البنات فيه كتهزي وكتلقي الشرموله بزاف دوك تكثري منه بزاف نو با لا بين خصنا الزيتون يبقى في سميتو ديالو صافي وكان ندير الكاس غادي نجيب الكاس
باش غنوزن كويس ديال الزيت البلديه وغنديرو فيه، لان الزيت البلديه كتحافظ البنات عليه، كتحافظ عليه بزاف البنات. اذا هنايا كويس ديال الزيت البلديه، نتوما كنقب قدامكم باش ما تقولوش شي راه درت كثار ولا درت سميتو. ومن بعد عيني ميزاني كنزيد له، انا كنخلي هذيك الزويته ما كتضيعش، يعني من بعد ما كنشرمل بها الزيتون كنديرها اللي ندير فوق منه نزيد في القرعه صافي، وكنخليها البنات كيجي غزال. بسم الله. اذا دابا شفتوا هذا بهذا النكهه فقط، غير بالزعتر، غير بالزعتر والزيت البلديه والحار وشويه ديال القزبور مطحون صافي البنات، واللي بزار حبوب. هذا الشيء اللي عنده ازير يدير فيه ازير، انا ما عنديش ازير، دونك دابا غادي نعمر القريعه ديالي. شوفوا اش كندير فيها، بحال كان داك هكذا باش تجي كلها فيها الزيت البلديه صافي. وغادي نبدا كنخوي فيها الزيتون ديالي. وغادي نديرو في الثلاجه، ما كيخسرش البنات، كيبقى غزال في المذاق ديالو ومنكه بهاد النكهه اللي غزاله كتحمق. صاف هذا ما كان. اذا هذا البنات الا بغيتو تخليوه على برا الثلاجه كتعمروه بالزيت حتى كيتغطى نهائيا، لان الا بقى ما مغطيش بالزيت غيخسر غيغمال. اوكي، اما اللي درتو له غير هكا ما عندكم ما تخافوا منه، غادي ديروه في الثلاجه تشدوا عليه مزيان وديروه في الثلاجه. وها حنا عندنا الزيتون، كنفضل انها الزيتون يدار في قراعي الدجاج حسن بلاستيك على 1000 درجه. اذا الزيتون اللي بقى لي الاخر غندير له حتى هو تشرميله اخرى، حيت هذاك اللي طاب بزاف عجلته بوحده البنات. دابا هذا غندير له النكيهه. هذا البنات هانتوما تشوفوا شنو غادي ندير به، هذا غادي ندير به المزيودات اللي عندي ديجا مرقدين، انا درتهم في الدار في المنزل، راه ديجا قلت لكم راه درت فيهم زيت البلديه والخل. اذا غادي ندير هنا باش يجيو شويه حار، وغادي ندير فيه الثوم، وغادي ندير فيه شويه حتى هو ديال القزبر غير شويه، وغادي ندير فيه الحامض مصير البنات، حامض مصير كيعطي واحد النكهه غزاله للزيتون. اذا انا هذا غادي درت له، غادي نقطعو فوالا، وغادي ندير له الزعتر. هاد الزعتر البنات بلدي غزال، واحد الريحه ما نقولكمش، كنلقاه في الطريق فين كنمشي للخدمه كيحمق الريحه ديالو. الناس ديال الجبل كيصايبوه لراسهم، كيلبسوه لراسهم على يديهم، وكناخذ منهم دائما. اذا الان هنا البنات غنعمر عاوتاني كاس ديال الزيت البلديه، هذا فيه شويه ديال، غادي نزيد له شويه ديال الابزار حتى هو حبيبات، وفيه القزبر يابس مطحون، الكمون انا ما كتعجبنيش نكهه هذا الكمون، اللي بغى يدير الكمون البنات يدير الكمون، حتى الكمون مزيان كيعطي واحد الريحه زوينه، ولكن انا لا كيعطيني المروره ما كنبغيش، كيعجبني غير بهاد التوابل هادو، ولكم حريه الاختيار في التوابل باش ما بغيتو تنكهو، فهمتوا البنات؟ باش ما بغيتو تنكهو نكهو. انا هذا نكهتو بالحامض والمزيودات والثومه والزيت البلديه، وكنخروطو مزيان ونديرو في القرعه. هذا طايب بزاف هو باش غنبدا ناكل، والاخر غنديرو في الكونجيلاتور البنات، غندهنو بالزيت البلديه وغنديرو في الزي بلوك ونديرهم في الكونجيلاتور، ونبقى فوق ما نبغي الزيتون غادي نجبدو. اوكي حبيباتي يلا دابا غادي نديرو في القرعه، القرعه ضروري يكونوا معقمين، ما تقولوا لي شي حاجه يا اخرى، ضروري تعقم. غادي ندير لهم حتى هو نفس الطريقه ديال الزيت البلديه،
غادي ندوز على القرعه كامله. هذه الوالده ديالي الله يرحمها كانت كدير لها هكا، سواء لاصوص ولا اي حاجه، او لا المهم اي حاجه دارتها هي هكا كتدير عليها الزيت وكتقول لك باش ما تخسرش. ما سي فغي بالتجربه يعني، درت كنديرها حتى انا بالتجربه، ما كتخسرش الحاجه. الله يرحمها برحمه الله في هذا النهار، يعني النصائح ديالها نفعونا بزاف الصراحه. اذا هذا الحامض مصير والسويدانيات اللي درت انا في الدار والزعتر، انا كنعاود لكم المقادير. وغادي ندير فيه حتى هو شي حبيبات ديال الابزار، حبوب هاد الابزار كيحميه، الحبوب كيحميه من التعفن، واخا هذا ما غاديش يتعفن طبيعه الحال. بغيتي تذوقي صحاباتك، بغيتي يعني حاجه من السما زوينه. اذا انا غادي نديرو في هذا حتى هو ها هو سمنه معطر بالثومه، كيجي زوين وزيت البنيه. قلت لكم بغيتو تخليوه على برا غبيوه بالزيت، ما بغيتو ديروه في الثلاجه هكا غادي ديروا له. اذا ها هو، اذا يلا حبيباتي الى هنا نهايه الفيديو تاعي نتاع الزيت المرقد. هذا غادي ندهنو بالزيت البلديه وغنديرو في الخنيشات في البلاستيك والى الكونجيلاتور، كيدوز حتى العام. العام هو عندك الزيتون ديالك تيخلط عليه خوه، يعني يخلط عليه العام اللي ماجي ان شاء الله الحين مولانا الكريم، كتلقاي الزيتون ديالك رقدتيه بيديك طبيعي 100% نقي نظيف، عارفه شنو درتي فيه، ما فيه لا مواد حافظه ولا والو، كتاكليه وانت بالك مهاني مطمئن، كتدخلي الجسم ديالك الحاجه اللي غتنفعو. يلا حبيباتي استودعكم بودع الله، يلا حبيباتي مع السلامه.